سرب هذا الأحد شريط فيديو يظهر لقطات للعملية العسكرية المشتركة بين قوات أمريكية وأخرى عراقية كردية، والتي تم خلالها يوم الخميس الماضي تحرير حوالي 70 رهينة من قبضة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في منطقة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك شمال العراق. عملية إنقاذ الرهائن العراقيين جاءت بناء على طلب من حكومة إقليم كردستان العراقي، وشاركت بها قوات خاصة أمريكية بدعم من قوات البشمركة الكردية، وقتل خلالها جندي أمريكي. الجندي الذي لقي حتفه في العملية وأصيب في تبادل إطلاق النار يعتبر أول خسارة بشرية للولايات المتحدة الأمريكية منذ أن بدأت حملتها ضد التنظيم الإرهابي في العام 2014. وكان من المقرر إعدام غالبية الرهائن لولا العملية العسكرية المشتركة التي أنقذتهم من موت محقق.